يعني لا سمعتك، يعني اعطيتيني، يعني اعطيتيني وعد. كثير كمل تكمل. انا اصلا دابا وصلت لهذيك المرحله اللي بغيت، غير كمل. ما اعطيتينيش وعد، قول لي هات 30 ثانية اخويا، والله الله يسخر عادي. دقيقة صاحبي، مالك دابا تضيع في اختك؟ خذ لك 4 دقائق. راه انت كتقول لي يا اخويا ناصر خذ 4 دقائق نقول جوج كلمات ودير الطرين وتهبطني، ما عندها معنى. ما غادي نهبطكش دابا، ملي وصلنا لواحد المرحلة نيت، هذه المرحلة هي اللي بغيت انا، ماشي علاش كنت نعصر فيك. كمل غير كمل، خذ الدقيقة ديالك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. سبب النفور اخويا هو يولد الانسان، يولد الانسان وتت وتت الناس اللي مضايرين به تيعطوه اسم وتيعطوه كنية وتيعطوه لغة وتيعطوه دين وتيعطوه مذهب، ويظل هذا الانسان يدافع عن هذه الاشياء على مدى 50 60 سنة، يدافع عن أشياء لم يختارها. أنا أعطيت لراسي الحرية باش نختار اللغة اللي بغيت نتعلم. اللغة أنا عربي، ما تنتعلمش العربية، علمت ولادي العربية بالقدر الذي يعبدون به ربهم فقط. قلت لبنتي والله بنتي وقريتي النحو والصرف وألفيات بن مالك، والله ما يطلبوك في الشركات الكبار، والله ما تدخل بيها كلية الطب ولا كلية الهندسة. انا هادشي اللي قلت، هذا هو السبب النفور ديالي من بزاف ديال اللغات، من ضمنها لغتي الام اللي هي العربيه، تعلمتها باش نعبد مولانا فقط. وخاص 123 واش علاش نضيع عمري في الدفاع عن العربيه، وعلاش انت تضيع عمرك في الدفاع عن الامازيغيه؟ اسمع اسمع بلاتي اسمع، دابا عطيتك دقيقه، دابا انا غادي نسولك واحد السؤال. دابا انت هادشي كامل من حقك، ولكن شكون اللي عطاك الحق باش انك تضرب في اللغات ديال الاخرين؟ كان ضربا، وي كان ضربا بلاتي، الكلام هذاك الضرب كان في، كان مخلط بالمزاح. دابا تنتكلم معك جدي، بلاتي شوف، تنتكلم معك بجدي والله اللي مطالع بيا. اسمع 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 اسمع، نقول لك واحد القضيه، ترضى انا دابا نبدا نسب لك في والديك؟ انا ما غاديش نقبل، وحتى انا ما نقبلش على نفسي انا نسب لك والديك. والله اخي ناصر، اخي ناصر والله العظيم ما سبيت والديك، والله يعطيهم الجنه ويجمعني معاهم في الجنه. انا فقط اللغه اللي عندي معاها مشكل، اما والديك ما تنعرفهمش، ما يعطيهم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اسمعني نقول لك واحد القضيه، ما سبيتيش والدي مباشره، ولكن ملي كتسب بلغتي، عرفتي هذيك اللغه انا منين شديتها السي 123 ولا لا؟ هذيك كيف اللغة، شديتها؟ شديتها حتى انا من امي نفس لا الشيء. لا كاين فرق. نقول لك انا القصة ديالي كيفاش شديتها، والقصة ديال بزاف ديال الاصدقاء اللي معنا هنا في اللايف، واللي شدينا فيها وكافحنا عليها باش اننا نبقاو تنهضروا فيها دابا، وباش انها تدخل المدرسة وتولي رسمية في الدولة. انا تزاديت في بلاصة ما تنهضرش بالعربية نهائيا، وانتقلت العائلة ديالي لواحد الوسط اللي كتهضر فيه، كيهضروها غير الدارجة، ومع ذلك حافظنا على اللسان ديالنا، تعلمنا الدارجه وحافظنا على اللسان ديالنا، ماشي قلنا هذيك الدارجه ما عندنا ما نديرو بها، تعلمناها وحافظنا على اللسان ديالنا. لحد الان في الدار عندنا احنا ما تنهضروش بشي لغه اخرى من غير اللغه الامازيغيه. والدي انا الا هضرت معاهم بشي لغه اخرى تنتسمى بحال انني تنتكبر عليهم. يعني انت فاش تجي تسب لي اللغه الامازيغيه ولو مزاحا، تنعتبرك قليل التربيه وقليل الحياه وما عندكش غرام ديال الرجوله. لا صلى على النبي، صلى على النبي، يكون بحالي في المفردات على الاقل. لا ما نكونش بحالك، لا ما نكونش بحالك، لان هكا تنشوف الامور، انا هكا تنشوف الامور. افهم من قولك انك حليتي عينك على اللغه الامازيغيه غادي تضل حياتك كامله كتدافع عليها، كون حليتي عينك على العربيه تضل حياتك كامله كتدافع على العربيه، وكذلك الانجليزيه. وانت غادي مع السمية انا كتدافع على شي حاجه اخويا نصرك، ما اخترتيهاش. اسمع مش ما اخترتهاش. شوف نقول لك واحد القضيه، سئلت عن عقيدتي هنا، انا اشهد ان لا اله. اسمعني العقيده ديالك ما علاش غادي نهضروا؟ لا في التعليق انا اخترت ان اكون مسلما. ما تديش في التعليق غير بلاتي اسمعني شنو غادي نقول لك. انا زادي نهضر باللغه الامازيغيه ولكن العربيه غادي نقول لك القصه ديالي ديال العربيه، تعلمتها على يد احسن الاساتذه اللي قراوني في هذه اللغه هذه، ومع ذلك ما عمرك غادي تلقاني تنضرب فيها.
الفرنسية كذلك تعلمتها وما عمري ما ضربت فيها، الإنجليزية كذلك تعلمتها وما عمري ما ضربت فيها. الأساتذة اللي قراوني العربية السي 123 مازال كنتواصلوا معاهم لحد الآن، ولا عطيت كاع شي سميه ديال شي واحد فيهم وقلت لهم شكون هو هذا ناصر، غادي يقول لك هذاك السيد كان مجتهد وكان تيجي طب في العربيه. انت دابا العربيه هي، ولكن راه الامازيغيه حتى هي ما فرطتش فيها، لان هي اللسان ديال الام ديالي وديال الجده ديالي وديال جدودي كاملين. وبما انه انت كتجي كتسب لي تتسبها هكا، هذا بالنسبه لي انعدام ديال المروءه والرجوله، لانني انا اعتقدها لا اسبها، انما هو انتقاد. اسمعني ما كانش لا اختيار لهم حزنوا، العربيه انا راه دابا راه تنعلمها للعرب وكنعرف ليها احسن منه، وماشي غير انا، راه عطى الله الامازيغ اللي كيعرفوا العربيه احسن من احسن من العرب، وما عمرك غادي تلقى شي واحد امازيغي حر تيضرب في العربيه، ولكن غادي تلقى الشميت تيضربوا في الامازيغيه. الشميت كيضربوا في الامازيغيه، عطاهم الله منو كيجبد. لا صل على رسول الله، ربما كانوا رجال وما ردتش لهم البال. وي ما غادي تردش اليوم البال، لان الشميت ما كيردوش البال الرجال.